السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. في هذه الحصة سوف نتعرف على الكميات الفيزيائية. تعرفنا في الحصة الماضية على أن الكميات الفيزيائية يمكن تصنيفها إلى نوعين من الكميات: كميات فيزيائية أساسية وكميات فيزيائية مشتقة. وقلنا أن الكميات الفيزيائية الأساسية هي الكميات التي لا يوجد كميات فيزيائية أبسط منها، بينما الكميات الفيزيائية المشتقة هي الكميات التي تشتق من الكميات الفيزيائية الأساسية. والآن أعزائي الطلاب، يوجد تصنيف آخر للكميات الفيزيائية. تصنف الكميات الفيزيائية حسب طبيعة الاتجاه، أو حسب هل يوجد اتجاه لها أم لا يوجد. تصنف إلى كميات فيزيائية قياسية وكميات فيزيائية متجهة. فما المقصود بالكميات الفيزيائية القياسية؟ وما المقصود بالكميات الفيزيائية المتجهة؟ أولا، نريد أعزائي الطلبة أن نتناول الكميات الفيزيائية القياسية. الكمية الفيزيائية القياسية هي الكمية الفيزيائية التي يعبر عنها بعدد ووحدة قياس فقط، دون الحاجة إلى تحديد اتجاهها. إذن يلزم كي يعبر عن أي كمية فيزيائية قياسية أمرين أساسيين، هما العدد ووحدة القياس، لا يلزمين اتجاه. ومنها الكمية الفيزيائية القياسية هي الكميات التي يعبر عنها بعدد ووحدة قياس فقط، دون الحاجة إلى تحديد اتجاه. الآن نريد أن نتناول بعض الأمثلة على الكميات الفيزيائية القياسية. فمثلا درجة حرارة الغرفة تساوي 25 درجة سلسيوس. هنا الكمية الفيزيائية هي عبارة عن درجة الحرارة. درجة الحرارة كمية فيزيائية تساوي 25 درجة سلسيوس. هنا درجة الحرارة كمية فيزيائية قياسية عبرت عنها فقط بعدد، ألا هو 25، وكذلك وحدة القياس درجة سلسيوس. وبالتالي درجة الحرارة كمية فيزيائية قياسية عبرنا عنها بعدد ووحدة قياس فقط، دون الحاجة إلى تحديد اتجاه. أي عند العدد، أي عند وحدة القياس. مثال آخر، الزمن المستغرق للوصول للمدرسة يساوي 30 دقيقة. هنا أتكلم عن كمية فيزيائية قياسية، وهو الزمن. الزمن ككمية فيزيائية، طبعا قياسية. هنا الزمن المستغرق للوصول للمدرسة كمثال يساوي 30 دقيقة. هيعيد يلزم لي عدد ووحدة قياس الزمن، وهي الدقيقة. دون الحاجة إلى اتجاه ذلك، أطلق على الزمن كمية فيزيائية قياسية. لماذا؟ لأنه يحتاج للتعبير عنه بعدد ووحدة قياس فقط. طبعا يجب أن تكون وحدة القياس مناسبة للكمية الفيزيائية. مثال آخر، كتلة الجسم تساوي 30 كيلوغرام. الكتلة كمية فيزيائية، طبعا هصنفها كمية فيزيائية قياسية. ليه؟ لأنه تحتاج إلى عدد ووحدة قياس. كتلة الجسم 30 كيلوغرام، أي أن العدد 30 ووحدة القياس للكتلة هي كيلو جرام. أنا ما حددت لها الاتجاه، بمعنى لم أقل 30 كيلوغرام شمالا جنوبا شرقا غربا إلى الأمام إلى الخلف للأعلى للأسفل. هذه العبارات هي التي تحدد الاتجاه، لكن في هذه الكمية لا يلزم تحديد اتجاه. يعني ما بقول ما درجة حرارة الغرفة اليوم تساوي 25 درجة سلسيوس شمالا شرقا للأعلى للأسفل، لا تحتاج إلى اتجاه، فقط يلزمها عدد ووحدة قياس. إذا هي النهاية
الكمية الفيزيائية المنتجة هي التي يعبر عنها بعدد ووحدة قياس واتجاه، أي يلزمها ثلاثة أمور أساسية: عدد ووحدة قياس واتجاه. بينما الكمية القياسية كان يلزمها فقط أمرين: عدد ووحدة قياس فقط دون الحاجة إلى اتجاه. لكن الكمية الفيزيائية متجهة، بينما المتجهة أي يلزمها عدد ووحدة قياس واتجاه. إذن هي الكميات التي يعبر عنها بعدد ووحدة قياس واتجاه. لا نريد أن نتناول بعض الأمثلة على الكميات المتجهة، لأن تتناول بتتحرك السيارة بسرعة 80 كيلو متر في الساعة باتجاه شمالا أو شمالا، تمام؟ إذا هي تتحرك السيارة بسرعة 80، أي 80 عندي العدد، كيلو جرام أي وحدة القياس أو كيلو متر عفوا لكل ساعة وحدة القياس، شمالا أي هنا تحدد عندي الاتجاه، تحدد عندي الاتجاه، وبالتالي عبرنا عن السرعة ككمية فيزيائية بعدد ووحدة قياس واتجاه. إذا السرعة كمية فيزيائية متجهة، لأنه يلزم للتعبير عنها عدد ووحدة قياس واتجاه. أي عندي هذا العدد، أي عندي وحدة القياس كيلو متر في الساعة، أي عندي اتجاهي لمن شمالا، نقول شمالا شرقا غربا جنوبا حسب اتجاه حركة السيارة وسرعة مين السيارة. مثال آخر: تؤثر القوة على جسم مقداره 50 نيوتن للأعلى. القوة كمية فيزيائية متجهة، أي عند قوة كمية فيزيائية يلزم التعبير عنها 50 نيوتن للأعلى. ثلاث أمور أساسية: عندي عدد وحدة قياس اتجاه. الاتجاه لوين؟ للأعلى، وبالتالي نطلق على القوة كمية فيزيائية متجهة، لأنه يلزم للتعبير عنها بعدد ووحدة قياس واتجاه. مثال آخر: وزن الجسم يساوي 800 نيوتن للأسفل، ودائما الأوزان يكون اتجاهها للأسفل. لماذا؟ لأن الوزن هو عبارة عن مقدار قوة جذب الأرض للأجسام، ودائما قوة جذب الأرض للأجسام اتجاه مركز الأرض، يعني أسفل الجسم. وبالتالي وزن الجسم يساوي، أي عندي وزن كمية فيزيائية متجهة يلزم التعبير عنها عدد وحدة قياس اتجاه، وبالتالي تساوي 800 نيوتن للأسفل، أي عندي عدد وحدة قياس واتجاه. وبالتالي الآن أستطيع المقارنة بين الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهة. أعزائي الطلاب، أريد منكم الآن المقارنة بين الكمية الفيزيائية القياسية والكمية الفيزيائية المتجهة من حيث المفهوم وذكر بعض الأمثلة. طالما تكلمنا عن الكميات الفيزيائية المتجهة، أي يلزم لتحديدها أو للتعبير عنها عدد ووحدة قياس واتجاه. كيف يمكن أن نمثل الكمية المنتجة؟ أستطيع أن أمثل الكمية المنتجة من خلال المنتجة. فما هو المنتجة؟ المنتجة هو عبارة عن سهم كما هو مربع صدورا، طوله يعبر عن مقدار الكمية الفيزيائية، واتجاهه يعبر عن اتجاه الكمية الفيزيائية. بمعنى لو كان اتجاه الكمية الفيزيائية باتجاه الشرق، فإنني أقول دراسة المنتجة باتجاه الشرق. لو كانت اتجاه الكمية الفيزيائية باتجاه الغرب، أرسم المنتجة باتجاه الغرب هكذا. وبالتالي هذا السهم ممكن أمثل الكمية، أي كمية فيزيائية متجهة، من خلال هذا السهم. طبعا هذا دايرة السهم بسميه دايرة المنتجة، وهذا بسميه رأس المنتجة، بحيث طوله يمثل مقدار الكمية
نستطيع تعريف المتجه هو عباره عن سهم بحيث يعبر طوله عن مقدار الكميه المتجهه واتجاهه عن اتجاه الكميه المتجهه. بهذا اعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من حصتنا لهذا اليوم، الى ان نلقاكم في الحصه القادمه، والسلام عليكم.